نبدأ نتكلم عن اللينكد ليست. عايزين ناخد الأكواد الأساسية بتاعة اللينكد ليست نفتكرها مع بعض. طبعا اللينكد ليست هي حل بديل لتحسين المشاكل والعيوب اللي بتظهر في الأريز زي ما اتفقنا، صح؟ أول حاجة خالص بنعملها أو التسلسل بتاعنا في الكود إن إحنا بيكون محتاجين الأول ننشئ ليست دايما يكون يا اما مدينا ليست جاهزه، يا اما لو مش نوت جيفن انه مش معطيني ليست في السؤال يبقى لازم انشئ ليست. فانشاء الليست هيكون ازاي؟ هيكون عن طريق ان انا اكتب ليست، ده كلاس في الجافا، وقلنا في كلاس تاني اسمه لينكد ليست. يبقى يا اما استخدم ده يا اما استخدم ده حسب ما يطلب في الامتحان، او يعني يكون جيفن، هو هيحدد يقول لك عندك ليست او لينكد ليست نفس المعنى. فليست ال يساوي نيو ليست، ده معناه ان انت انشات ليست جديده. يبقى ده والليست بالظبط كده بنشبهها بالسلسله او المسبحه اللي فيها حبات ومتصلين ببعض، صح؟ بوسيله اتصال الحبل اللي بيربطهم ببعض. فبالتالي السطر ده عمل ليست فاضيه، المفروض ان في مجموعه عناصر هترتبط بالليست دي، بس احنا ما بنرسمش حاجه في الميموري لان احنا مجرد عملنا ريفرنس بس لسه ما فيش ولا عنصر. وعلشان نوصل لبداية الليست وهنسميه ساعات نسميه الفيرست او نسميه هيدر، هنشوف الفرق بين ان نستخدم مؤشر اسمه فيرست اول عنصر في الليست او بداية الليست او الهيدر. طيب فده هيخلينا نعمل ايه؟ نعرف ليست نود. فيا اما نكتب نود بي اختصارا يعني اي اسم بوينت يعني يساوي الليست اللي انت انشأتها فوق دي دوت فيرست. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت مؤشر على بداية السلسلة، في ريفرنس يشير الى بداية السلسلة. فين السلسلة؟ لسه فاضية، كأن قدامك حبل شفاف كده وفي عناصر هتتصل، مش هتشوف حاجة الا لما تبدأ تضيف العناصر. احنا بس للرسم، لكن هو في الميموري الشكل بقى كده، في فاريبل بيرفير لبداية الليست. طب هي فين الليست؟ لسه ما فيش حاجة، فاضية، فمجازا بنرسمها بالشكل ده. وكمان زي ما اتفقنا يا اما يكون عندك كلاس اسمه نود او في كلاس تاني اسمه ليست نود. ليست نود يبقى انا في الاختبار يا اما او في اي سؤال يا اما اكتب ليست بالشكل ده ونود، يا اما استخدم لينكد ليست وليست نود، دي نفس دي كلاسين في الجافا او تو ريفرنس، واحد فيهم من انترفيس حاجات كده هنعرفها بعدين. المهم ان احنا عندنا تو تايب اوف ليست وتو تايب اوف ليست نود. نبقى ناخد بالنا ان احنا يا اما نستخدم الليست يا اما نستخدم لينكد ليست، يا اما نستخدم نود عشان نعمل نقطه تشير لاول عنصر، او نستخدم ليست نود عشان تعمل نقطه تشير او ريفرنس يشير لاول عنصر. اتفقنا؟ نيجي بعد كده بقى للحاجه المهمه اللي هي يعني ايه نود؟ يعني ايه لينكد ليست؟ لينكد ليست يعني قائمه عناصر مرتبطه، لينكد صح؟ متصله ببعض. مين هم العناصر؟ فالعناصر عندنا زي ما انت شايف كده بص بيتكون من حاجتين. العنصر الواحد هنسميه نود، لغويا هنسميه نود. نود يعني عنصر، يعني اوبجكت واحد. فالاوبجكت ده يكون له زي ما انت شايف كده التو فاريبل بتوعه، المكانين اللي بيتخزن فيهم البيانات. واحد بيتخزن فيه الداتا، واحد بيتخزن فيه نيكست او بنسميه نيكست. الاول نحط فيه البيانات، فمثلا عايز احط ليست نود فيها درجات طلاب، يبقى طالب جايب 73 دي الداتا. يبقى هنا الداتا بنخزن فيها الفاليو، يمكن الفاليو دي تكون درجه طالب، ممكن الفاليو دي تكون جريد، ممكن تكون اسم واحد، ممكن تكون موديل سياره، اي حاجه عايز اخزنها. بالاضافه المكان الثاني هحط فيه ريفرنس. يعني ايه ريفرنس؟ يعني مؤشر. يعني ايه مؤشر؟ يعني لينك للعنصر التالي. يعني كأني بقول النود رقم واحد ده الطالب الأول جايب 73، ويا طالب يا أول الطالب اللي بعدك هو الطالب نود رقم 2 أو student 2، فده هيكون جايب مثلا 90، وهنا هيتخزن الطالب اللي بعده وهكذا، صح؟ زي ما اتفقنا. فهيبقى الشكل ازاي؟ بالشكل ده كده، ويشير إلى reference قلنا يشير الى دي اسمها ايه؟ اسمها داتا. طب ودي اسمها ايه؟ اسمها نيكست. طب ودي اسمها ايه؟ اسمها داتا.
ودي اسمها ايه؟ اسمها نيكست. نكمل، ويبقى العنصر التالي هنا نيكست، ولو كان ده اخر واحد يبقى نل. نل يعني مفيش حد بعد، يبقى بيأشر على nothing، مفيش حد. طيب بس فين المؤشر الاول؟ اسمه بي اللي احنا سويناه في الفقره الاولى، فيبقى المؤشر بي. الشكل ده بيوضح لنا ايه؟ بيوضح لنا امكانيه ربط مجموعه من العناصر بتسلسل معين. اتفقنا؟ ايه الفرق بينها وبين الاري؟ مفيش اندكس هنا، مفيش 0 1 2 3. لو رسمنا الاري، لو تعالى نفتكر كده، احنا كنا هنا زمان نعمل الاري، اقول لك طيب ما انا ممكن اعمل اري فيها 3 عناصر 0 1 2، واحط فيها درجات الطلاب. الطالب الاول جايب 73، الطالب الثاني جايب 90، والطالب الثالث جايب 80 مثلا، وهنا ده 80. ايه الفرق؟ طب ما ده كان اسهل، بنعمله وعارفينه كويس بالاري. لكن الاري عيبها ان هي لينك، ان هي فيكسد، يعني لو انشات الاري حطيت فيها 3 عناصر زي ما انت شايف ما تقدرش تزيد عليهم. فكنا عايزين نتغلب على المشكله دي، فعملنا اللينكد ليست عشان يكون ايه؟ دايناميك. يبقى دي فيكسد، اما ده دايناميك. دايناميك بمعنى انه يمرن، يزيد ويكبر ويصغر، فبالتالي شويه انا بقى عندي مرونه ان انا اضيف عناصر، احذف عناصر، بينما في الاري مجرد عرفت الاري وانس خلاص اتعرفت، مش هقدر اشيل منها اماكن، يعني حاجز 100 اري فيها 100 مكان. طيب جيت اسجل معلومات 50، في 100 مكان محجوزين. طب جيت اسجل في الاري 101، مش هقدر اضيف واحد لان هي فيكسد سايز. عرفنا المشكله فين؟ فده اللي خلانا نلجا لللينكد ليست، وظريف ومرن، وهنشوف دلوقتي الكود بتاعه بيتكتب ازاي. طبعا الليست بقى دي، السطر الاول اتفقنا ان هو عمل ايه؟ انشا الليست. يبقى السطر الاول او الخطوه الاولى create new list، create new list. السطر الثاني انشاء النود بي اللي بتشير الى اول عنصر في الليست، اللي دوت فيرست، اللي دوت فيرست. الخطوة الثالثة اللي احنا اتفقنا عليها ورسمنا منها اللينكد ليست هي انشاء العنصر نفسه. يبقى لما انشا العنصر نفسه بعد ما عملت البوينتر اللي بيشير الى اول عنصر في السلسله، انا عايز انشا اول عنصر او اول نود، فبنقول ليست نود ان يساوي نيو ليست نود، ودي الداتا اللي احنا اتكلمنا عنها. هنا بنحط البيانات وهنا بنحط الريفرنس. فبما ان النود الاولى اللي احنا رسمناها اهي A بياناتها والريفرنس بتاعها ما فيش حاجه، فحطينا نال، معناها ان ما فيش حد بعدها. طيب ايه اللي انا عملته لحد اللحظه دي؟ بقى عندي سلسلة فاضية، وعندي مؤشر بيشير على أول عنصر، وعندي نود جاهزة موجودة. عايز أربط البي ده اللي هو البوينتر بتاع أول عنصر بمين؟ بالنود الأولى. أعمل إيه؟ أقول بي بيساوي إن. السطور دي نقدر نعتبرها كده إن هي هتتحفظ، يعني اللي بيذاكر الجزء ده يعمل إيه؟ لازم يكون حافظ. إيه سطر كرييت نيو نود؟ إيه سطر كرييت ليست؟ إيه سطر إن أنا أعمل بوينتر يشير لأول واحدة؟ وإزاي أربطهم ببعض؟ اللي وصلنا له لحد دلوقتي لحد رقم 4 ان احنا بالظبط هيكون الشكل اللي احنا شايفينه ده اهو، ان عملنا عنصر اسمه بي بيشير الى ايه؟ عنصر اسف، عملنا مؤشر اسمه بي بوينت تو او يشير الى اول عنصر في السلسله اللي هي ايه. تمام. الخطوه اللي بعدها كرييت نيو نود then add it to the end of the list، يعني انا عايز اعمل نود جديده واضيفها لنهايه السلسله اللي اوريدي موجوده. يبقى إيه السلسله اللي فوق دي اهي، او اللينكد ليست اللي قدامنا، بي بيشير الى ايه؟ عايز اعمل بي ريفير لايه واضيف بعدها بي، صح؟ عشان نعمل الكلام ده تعال نفكر فيه واحده واحده. اولا اتفقنا سطر انشاء عنصر جديد نكتب كلمه نود، صح؟ ماشي. او ليست نود، خدي بالك انا قلت له ليست نود ونود، دي او دي. فالمره دي قلنا ناخد الاقصر شويه نقول نود، بس لازم اكتب قبلها كلمه نيو. يبقى انا انشات نيو نود. النود بتاخد تو بارامتر، البارامتر الاول هو البيانات داتا هحط فيها النود، كان هنا فيها حرف الايه، فاللي بعدها ممكن يكون فيها حرف البي. وبما ان انا عملت على اللينكد ليست اوف كاركتر، الكاركتر لازم تكون سنجل كوتيشن، والعنصر اللي بعدها مين؟ نل. يبقى تاني كده
انا عايز انشئ عنصر اضيفه هنا بالشكل ده بالظبط كده اللي انا برسمه، صح؟ طيب كده انا انشات العنصر، يبقى ده كرييت النود الجديده، حطيت فيها الداتا وقلت له المؤشر بتاعها بيساوي نال، يعني ما فيش حد بعدها. عايز اخزنها هي نفسها او اربطها بالعنصر اللي قبلها. فعشان اوصل للعنصر اللي قبلها اولا هحط علامه يساوي، معناها ان كل الاوبجكت ده اساين ات او كوبي ات فين؟ عايزين نوصل لاول عنصر. فمجرد بس ما اقول بي يبقى انا كده رحت لاول عنصر، بس انا عايز اربطها في المكان ده ولا في المكان ده؟ في المكان بتاع النكست، فاقول بي دوت نكست. ويبقى السطر ده اول مره نشوفه، بي دوت نكست معناها assign value في الفاريبل اللي اسمه next عند النقطة P اللي هي الأولى. يبقى كده اربط السطر ده معناه انشئ عنصر جديد واربطه بآخر عنصر في السلسلة، أو أول عنصر بالنسبة لنا هنا في الحالة دي، بس إحنا عموما هيكون عايزين نوصل لآخر عنصر في السلسلة. تعالوا نكرر نفس الكلام أو نعمل الكلام ده بوضوح أكتر شوية عشان مهم. أنا عندي P بتشير إلى 5 أول عنصر في السلسلة، وهنا نل. دلوقتي عايز أنشئ عنصر جديد وأضيفه للنل، يعني هننشئ عنصر جديد هنا كده ونحط فيه الداتا بتاعته ولتكن 9، وبعدين نخلي ده بدل ما هو بيشاور على نل، لا هنخليه اللي بعده هو 9، صح؟ ونخلي دي بتشاور على نل، ويبقى الرسمة النهائية هتكون في refer to 5 refer to 9. وصلت؟ نكتب الكود ازاي بتاع السطر ده؟ انشاء النود الجديدة اللي احنا عايزينها اللي اسمها 9، يبقى new node عندي معلومتين للتكرار مرة تانية، 9 و null، معناها حط في الداتا رقم، حط في النكست مؤشر على null، يعني مفيش حاجة، والنود نفسها خزنها في المكان ده اللي هو اسمه ايه عندنا؟ next. ازاي اوصل للمكان next؟ اقول p، p معناها مؤشر على اول نود، dot next يعني الفاريبل، صح؟ الفاريبل اللي اسمه next، فيرسم لي الرسم اللي قدامنا دي. واضح يا جماعه؟ تعالوا نكمل كده شويه. رقم 6، رقم 6 بيقول insert node. من الحاجات المهمه اللي لازم برضو نكون عارفينها ونتدرب عليها اضافه عنصر جديد بين عنصرين. تعالوا نفكر فيها بدل ما نقرا، هي موجوده بس عايزين احنا نفكر فيها. نرسم من الاول السيتويشن كده بتاعتنا، ان عندي نود الاولى خلاص بقى عندي بي مؤشر على او ريفرنس لاول نود، هنسمي دي زي ما اتفقنا 5، واللي بعدها هنحط جواها قيمه 9 درجه طلاب مثلا، وعايز دلوقتي وهنا كده نل، والمطلوب مننا دلوقتي ان احنا هاو تو اد نيو نود في المكان ده. طيب النود دي فيها كام؟ فيها 7. النود دي ممكن نسميها مثلا النود ان مثلا او اكس او اي حاجه. ليه هنسميها؟ علشان نقدر بس نتعامل معاها، لكن لو بنضيف دايركت في الاخر مش محتاجين نديها اسم. هنشوف المعنى اللي عايز اقوله. الخطوات ايه؟ الخطوات ان انا هروح على النود الاولى اللي فيها نكست، واخلي المؤشر ده او المكان ده بدل ما بيشاور على النود اللي فيها 9 هيغير الريفرنس بتاعه الى 7. بس لو عملت كده الخطوه الاولى معناها ان انت فقدت الريفرنس، قطعت الحبل ده، يعني الريفرنس ده ضاع. تاني يبقى المفروض ان انا محتاج اعمل الخطوه دي، بس دي هخليها الخطوه رقم 2. ايه هي الخطوه رقم 2؟ الخطوه رقم 2 مش واحد، ها، ربط 5 مع 7. امال في خطوه تسبقها؟ ايوه، العنصر الجديد لما تجيبه الاول خليه هو يرتبط بسلسله. يبقى الخطوه الاولى لازم اربط ربط 9 مع 7، اسف 7 مع 9. بس في خطوه قبل كل دول، الخطوه 0 انشاء، صح ولا لا؟ انشاء العنصر كام اللي فيه 7، صح؟ انا بتكلم بدلاله القيمه اللي جواها عشان بس نفهم. يبقى دلوقتي هننشا عنصر جديد، يبقى الخطوات بالترتيب كده اهو، انشاء عنصر جديد قيمته 7، وبعدين اربط السبعه اللي انشاتها جديد بالعنصر اللي هيكون بعدها. وايه السبب؟ عايز حد برضو يوضح معايا كده ليه الترتيب مهم؟ ليه الترتيب مهم؟
بالظبط كده عشان ما ضيعش مننا التسعه. هعيد الجزئيه دي اخر مره. ايه المطلوب فيها؟ المطلوب ان انا عايز اضيف العنصر ده بعد العنصرين، والشكل كده بالظبط، سلسله فيها حبتين، الحبه رقم خمسه والحبه خرز كده صح؟ خمسه وتسعه، وانا عايز اضيف الحبه اللي فيها قيمتها بسبعه في النص. اضيفها ازاي؟ البدايه ان انا اربطها بالسبعه. ايه السبب؟ السبب ان انا لما هاجي الخمسه عايز اربطها بالعنصر الجديد ده، هقطع الحبل ده، الريفرنس ده هيضيع عندي صح؟ فما اقدرش اقطعه وانا ما عنديش ريفرنس للعدد اللي هو قيمته 9، والا التسعه هتضيع. يبقى اللي هيكتب في الكود واحد مكان اثنين واثنين مكان واحد غلط، لان ده مش هيتحقق فعليا. فبالتالي تعالي نعمل الخطوات. الخطوه الاولى هقولها بطريقه هنا وممكن نلاقيها في الجدول بطريقه ثانيه. الخطوه الاولى انشاء نود جديده، ليست نود، مره بنقولها بنود ومره بنقولها ليست نود. ينفع، وفعلا الاسئله هتلاقي سؤال مره بيقول بليست نود ومره بيقول نود. هسميها ان للسهوله يعني، يساوي نيو نود، ليست نود صح مظبوط، ليست نود، وهديها قيمه. هي النود الجديده قيمتها كام؟ سبعه. هتأشر على مين؟ عايزين نوصل للتسعه. عشان احنا لسه اول مره هنقولها بطريقه بسيطه، بس بعد كده عايزين نقولها بالطريقه العمليه. دلوقتي هنخليها نال، معناها ان انا عملت النود في فوق كده صح؟ اهي نود جديده اسمها سبعه صح؟ وهنا بتأشر على النود، ونبدا نربطها. كان ممكن هنا على طول دايركت نعمل الربط، بس احنا هنخليه في الاسئله اللي جايه احسن. يلا دلوقتي عايزين الخطوتين. الخطوه رقم واحد بتقول ايه بقى في الربط؟ ربط سبعه مع تسعه، يبقى عايز اروح عند السبعه في المكان ده صح؟ اربطه مع النود تسعه. طيب واحده واحده، اوصل للمكان ده ازاي؟ هي اسمها ان النود صح؟ ان دوت نيكست معناها المتغير اللي اسمه نيكست عند النود الجديده. يبقى دي النود الجديده، امسح القديمه دي معلش عشان بس ما يحصلش كونفيوز لينا اهو كده، وده موجود وكل حاجه موجوده صح؟ ها ادي النود الجديده، وادي الفاريبل اللي اسمه نيكست، وده داتا. احنا عايزين الفاريبل اللي اسمه نيكست يشير الى التسعه، يبقى نيكست ان دوت نيكست يعني المكان ده عايز اخزن فيه ريفرنس للتسعه. ازاي اوصل للتسعه؟ هقول يساوي، يعني القيمه اللي هتتخزن في النيكست مين هي بقى؟ بي، يعني دايما كده لما احب اوصل لاي عنصر في السلسله بتاعتي او في اللينكد ليست ابدا من المؤشر الاول دايما صح؟ معنا ريفرنس يوصلنا لاي عنصر. وده عيب بقى هنقارنه دلوقتي بالاري، بس خلينا نكمل. بي معناها انا وصلت عند النود رقم خمسه. دوت نيكست معناها ان انا وصلت عند النود رقم تسعه، وهي دي اللي انا عايزها. يعني لو قرينا بي دوت نيكست معناها بي توصلنا للاولى، دوت نيكست توصلنا للثانيه، يعني تقصد بيها تسعه، فعلا انا عايز تسعه. اخزنها فين؟ في نيكست. وقلنا حاجه خطيره جدا قبل كده، قلنا ان نيكست دي غير نيكست دي صح؟ معلش محتاجه تتوضح برضو عشان تبقى عندنا متسجله. ايه الموضوع؟ الموضوع ان لو عندك نود A ونود B، عندك نود A ونود B، المكان ده من اللي اتعلمناه اسمه ايه؟ برافو عليكي، اسمه نيكست. النود دي لما نربط ده كده، النود دي نفسها هنسميها نيكست هي كمان. فالناس بيحصل لها كونفيوز وهي بتقرا الكود او هي بتكتب الكود او هي بتعمل تريسنج، بيحصل لها كونفيوز بين كلمتين نيكست. هنتفق اتفاق وقاعده ثابته نكررها مره ثانيه. ايه هي القاعده؟ النيكست ده هو فاريبل هنخزن فيه ريفرنس، لكن النيكست الثانيه هتكون نود. طب انا الكود اعرف ازاي النيكست الثانيه من النيكست الاولى؟ علامه يساوي، انا ممكن اكتب كده بي، هنوصل لكود كده في الاساينمنت بتاعتنا، بي دوت نيكست دوت نيكست دوت ها نيكست صح؟ دوت نيكست يساوي مثلا ها بص كده بي دوت نيكست دوت نيكست. كفايه، ايه ده؟ يتقرا ازاي الكود ده؟ يتقرا ببساطه، كل كلمات نيكست تعني نود. اي كلمه نوكست نيكست اشوفها بالاحمر زي ما مكتوب كده، اي كلمه نيكست معناها روح النود اللي بعدها، نروح النود اللي بعدها، الا النيكست الوحيده اللي قبل علامه ايكوال. دايما قاعده ثابته، النيكست الوحيده اللي قبل علامه الايكوال هتكون
variable اللي هي نقصد بيها مين؟ المكان ده، صح؟ المكان ده. يبقى احنا تاني هنقول ان عندنا اتنين next، هنعلم عليهم كده عشان نحفظهم. النود النكست الاولى اللي هي الفاريبل اللي انا علمت عليه بالاصفر هو نفسه الفاريبل. اشمعنى النكست دي؟ اللي قبل علامه الايكوال. طب ما في قبلها نكست، ماليش دعوه، انا عايز اللي قبل علامه الايكوال مباشره، سواء كتبت بي دوت نكست دوت نكست 10 مرات كلهم نود ما عدا مين؟ اللي قبل علامه الايكوال. وبالمناسبه بما ان احنا قلنا كده، طب افرض ان انا عايز اغير الداتا. بص، بي دوت نكست دوت نكست دوت داتا، داتا هتحط فيها قيمة صح؟ لو كانت حروف زي دي فتحط مثلا سي. ايه ده؟ معناها ان دايما اللي قبل علامة الايكوال مباشرة فاريبل. مش احنا كنا بندرس انتجر انتجر اكس يساوي 7، مش كنا مسميين اكس ده فاريبل زمان؟ صح؟ كنا مسميين ده فاريبل. عشان احولي بس شوية. اوكي؟ فبالتالي قاعدة بقى ثابتة نتفق عليها، أي متغير أو أي حاجة تتكتب قبل علامة الإيكوال مباشرة تكون إيه؟ فاريبل. يبقى هل ده فاريبل يا عمر؟ لأ، ده مش فاريبل، ولا ده فاريبل، ولا ده فاريبل، ولا ده فاريبل، ولا ده فاريبل، كل عليهم علامة استفهام، دول نود يعني عناصر. فهمنا الفكرة؟ واللي قبل علامة الاستفهام قبل علامة إيكوال هو بس اللي فاريبل. تعالى نرجع بقى لدي. دلوقتي اللي هيقرأ دي فهم إن دوت نكست يساوي بي دوت نكست، دي بس اللي فاريبل. ان هي النود الجديده، اهي النود الجديده ان. فين الفاريبل اللي عندها اللي اسمه نيكست؟ ده الفاريبل اللي اسمه نيكست. هخزن فيه ايه؟ هخزن فيه القيمه اللي هتطلع لي من كل دي. تعالى نقرا دي. بي يعني النود الاولى دوت نيكست، النود الاولى اللي هي دي دوت نيكست يعني النود الثانيه. يبقى كل ده، دي النود الاولى، دي النود الثانيه اللي هي التسعه، اللي فيها تسعه، يعني النود اللي داخلها تسعه كأنك كده بالظبط، صح؟ هحطها از ريفرنس عند الفاريبل اللي اسمه نيكست عند الخمسه، صح؟ فتبقى اتربطت باللي بعدها. نرجع تاني كده وهناخد اكسرسايز كتير على الموضوع ده، محدش يقلق. طبعا هو هنا عاملها بسرعه، ازاي عاملها بسرعه؟ ما عملش قصه الان، انا حبيت اعمل قصه الان عشان بس نفهم خطوه خطوه، لكن هو هنا المفروض ان احنا نكون عمليين. ازاي؟ ننشئ نود جديده، ليست نود، ونحط فيها القيمه اللي احنا، انا اسف، احنا هنا نود جديده اسمها ليست نود، ونحط فيها القيمه اكس اهي اكس. بعدين نروح عند النكست بتاعها نقول له احنا عايزين نوصل لدي. ازاي اوصل لدي؟ هبدا من البي يعني عند الاي، دوت نكست يعني وصلني للبي، هي كانت كده اصلا على فكره اهي، صح؟ اهي اللي فوق اهي، مظبوط؟ معلش نوضحها عليها احسن. الجزئيه دي لو اتفهمت كويس كل المسائل بقت بسيطه جدا. اي حد عنده كونفيوز في الموضوع ده بسبب البدايه دي، البدايه دي هي اهم حاجه في الموضوع كله. طيب يبقى دلوقتي انا عندي ده وعايز اضيف الاكس في النص. انت ليه كاتب الاكس على الشمال؟ عشان ده مكان الداتا، صح؟ وهنا المكان بتاع الريفرنس للتالي. يبقى هنا بيتكتب الداتا، هنا بيتكتب الناس. احنا عايزين نضيف ده في النص. احنا قلنا الخطوات، اول خطوه انشاء النود، انشانا النود. الخطوة الثانية إن أنا أربط النود الجديدة اللي هي الإكس بالعنصر P. إزاي أوصل للعنصر ده؟ هبدأ من بداية السلسلة وعد. P يعني الأولى. P لما تكتب كلمة P يعني النود الأولى اللي فيها إيه؟ بيشير عليها، صح؟ وبعدين دوت نكست يوصلني للنود الثانية، فكتبنا P دوت نكست، صح؟ يبقى كل الـ P دوت نكست دي تكتبي عليها إيه؟ B اللي هي النود B، صح؟ كل ده انشاته خلاص وربطت، يبقى السطر ده ربط النود بالبي كده. الخطوه الثانيه عايز الاي بدل ما بتاشر على البي او بتتصل بالبي، هقطع الحبل ده واوصله بالاكس. اقطعه ازاي واوصله؟ اقول بي يعني النود الاولى اهي دي، دوت نيكست يعني الفاريبل ده. ما احنا قلنا علامه كلمه نيكست قبل علامه الايكوال معناها فاريبل. يعني انا رحت للمكان اللي انا مظلله بالاحمر، هسجل فيه مين بقى؟ هسجل فيه النكست اللي هي النود اللي انشأناها. طب سطر واحد عملنا الخطأ. تقدر تعرف تعمل دي في الامتحان، بس وانت بتدرس محتاج تفهم ان هي اصلها ثلاث خطوات. اصلها ثلاث خطوات، الخطوة الأولى الإنشاء، صح؟ صح كده؟ احنا ما كتبناش الثلاث خطوات، ما كتبناش الثلاث خطوات، نكتبهم مع بعض. إنشاء العنصر هو ده، أنشأنا العنصر.
بعدين قلنا ان احنا عايزين نربط 7 مع 9، فهنروح عند ال n dot data صح، n dot next يساوي p dot next مظبوط. بعدين نروح للعنصر 5 نضيفه بقى كده، نربط ده كده صح. فنعمل ايه بقى؟ ها p dot next مباشرة يساوي ال n هنا، عشان انا معرفها هنا n. يبقى يا اما تعملها في الثلاث سطور اللي انا كتبتهم دول، دول الاسهل فهما، لكن في الاخر احنا هنتدرب ان احنا نعملها بالشكل اللي انت شايفه ده. ده كده ماشي الحال. ويبقى السطر ده هنحفظه مع بعض، اسمه سطر إضافة عنصر بين عنصرين، how to insert element between two elements، ماشي واحدة واحدة وبالتكرار. طيب تعالى يلا بقى، بما ان احنا فهمنا، نعمل لعبة جديدة. انا عايز اضيف عنصر جديد بس في اخر السلسلة. ازاي نضيف عنصر جديد في اخر السلسلة؟ معلش يعني هو كأننا بناخد اكسرسايز، مش هنخسر حاجة. يلا نعيد الكلام. عندنا P يشير الى first element. first element ده اسمه ايه؟ قيمته كم مثلا؟ 5 او اي حاجة. بعدين ان دي لو انت بتنشئ عنصر لوحده، اللي يحب يعمل نود لوحدها كده يفضل تعمل لها تحط جواها 7 مثلا وتسميها ان عشان تعرف تتعامل معاها. لكن طالما هي في سلسله ما لهاش اسم، زي حبات الخرز اللي في المسبحه مثلا صح. فبالتالي ها العنصر اللي بعده 5 7 9. ايه المطلوب؟ المطلوب اروح لنهايه السلسله واضيف عنصر جديد. تعال نسهل الامور. اوصل لنهايه السلسله قبل ما اعمل اي حاجه، انا عايز اوصل للمكان ده، وبدل ما هو بيأشر على null يعني nothing، عايزه يأشر على عنصر جديد صح. نوصل للفاريبل ده ازاي؟ الفاريبل ده اسمه ايه؟ اسمه next صح. النود دي اسمها ايه؟ next بالنسبه لدي، والنود دي اسمها ايه؟ next بالنسبه لدي، والنود دي اسمها الاولى first صح ولا لا؟ نكتب الكود p. p يشير الى 5، يعني انا كاني وصلت عند 5 مجرد كتابه p. بعدين dot next يعني كاني وصلت عند مين دلوقتي؟ رحت اتحركت عند 7. بعدين dot next يبقى انا وصلت عند 9. انا كده وصلت للمكان لسه، انا عايز بقى الفاريبل ده. الفاريبل ده اسمه ايه؟ دوت نيكست. وللسهوله وعشان نفتكر هكتبها بلون تاني. اوكي؟ يبقى بي دوت نيكست دوت نيكست دوت نيكست. انا في المكان ده، عايز اعمل ايه؟ عايز اضيف نود جديده. النود الجديده دي اهي هنحط فيها 11. يلا نعملها مره واحده، نيو على طول صح ولا لا؟ ها ليست نود، ليست نود، وفي الداتا بتاعتها احط 11، وفي نيكست احط ايه؟ يبقى السطر اللي كتبناه دلوقتي ده يضيف نود جديده في نهايه سلسله طولها 3 عناصر اصلا صح ولا لا؟ طب افرض السلسله طولها 100، افرض ان الاري دي او مش الاري، الليست نود دي فيها 100 عنصر، افضل اكتب بي دوت نيكست دوت نيكست عشان اوصل لاخرها؟ اكيد لا. يبقى هنعمل ايه؟ من معلوماتنا السابقه هنحتاج نعمل iteration او loop صح. بس المشكله في اللوب هنا ان في كنا بندرس زمان يا دكتور ان الاري لها اندكس 0 1 2 3 4، الاري 1 0 1 2 3 4 صح. لكن احنا دلوقتي ما عندناش كده، احنا عندنا ايه؟ عندنا لينكد ليست، فما فيش اندكس. فالفور لوب هتختلف شويه، هتختلف شويه، هنشوف ازاي. بس افتكر معايا او فكر ان احنا هنحتاج نعمل ترافيرس او نمر على جميع عناصر السلسله. طيب كده خلصنا رقم كام؟ رقم 7. رقم 8 ريموف اكس فروم ذا ليست. يعني انا عندي الشكل ده، ركز معايا كده، انا عندي الشكل ده اللي وصلنا له. انا دلوقتي عايز اتخلص من الاكس. اتخلص من الاكس ازاي؟ ما عندناش ديليت احنا هنا، بس هنغير الريفرنس. يعني ايه نتغير الريفرنس؟ لو فكرت شويه تقول لي اروح عند البي توصلني للاي، وانا عند الاي بدل ما مسجل عندها مين اللي بعدها الاكس، هخلي اللي بعدها مين؟ البي. لو خليت اللي بعدها البي يبقى كانك مسحت الاكس. وصلت الفكره؟ يبقى نحفظ مع بعض برضو ان الديليت، او نفهمها كويس، ان عمليه الديليت نوت فروم ذا ليست معناها باي باس. باي باس يعني ايه؟ يعني فوتها. خلي الالف يشير للجيم، او ال1 يشير الى 3، يبقى 2 اتمسحت صح؟ من غير ما نعمل عمليه الديليت فيزيكال يعني.
لان هي لوست ان ميموري، خلاص ما فيش حد يوصلني لها فهي ضاعت. وهنبقى نشوف بقى ان في حاجه اسمها جاربج كولكشن بعدين، يعني مش موضوعنا، بيمسح الاوبجكت اللي ما لهاش ريفرنس، فهي هتتمسح اوريدي بميكانيزم معين في اللغه اللي احنا بنستخدمها، لو هنا جافا يبقى بالجافا، في لغات ثانيه حسب الطريقه. المهم طب انا عايز اعمل كده تاني، قول لي انا عايز اوصل للمكان ده، وبدل ده اسمه نيكست صح، اوصل للمكان ده ازاي؟ اكتب بي دوت نيكست، ما هي دي نيكست اخر كلمه نيكست قبل علامه الايكوال يعني فاريبل صح. انا في المكان الصح، لو انا قرات القيمه هنا قبل ما امسح بتشاور على مين؟ بتشاور على الاكس. انا عايز اعدل القيمه، فهي السلسله اهي قدامي اهي صح، اللي فوق لحظه ها، هنشتغل على اللي فوق والنتيجه هنطلعها على اللي تحت. انا دلوقتي قلت بي دوت نيكست يعني وصلت للمكان ده. حاليا لو قريت النيكست هتلاقيها بتوصل للاكس، انا مش عايز اتصل بالاكس، انا عايز اتصل بالبي. يبقى حاول توصل لبي. اوصل لبي ازاي؟ ابدا من البدايه، بي يعني النود الاولى، دوت نيكست يعني النود الثانيه، دوت نيكست كمان مره صح ولا غلط؟ يبقى انا وصلت عند البي. هل انا محتاج الفاريبل ده؟ لا، انا محتاج النود كلها اللي اسمها بي، واحنا اتفقنا ان كل كلمات نيكست دي معناها نود حتى بي دي صح. ها يبقى انا كده فعلا عند النود بي، اسجلها عند الفاريبل اللي اسمه نيكست اللي هو ده، فيبقى كاني بالظبط عملت كده، فيبقى كاني مسحت النود دي خلاص، مسحت. يبقى الشكل زي ما انت شايف، وصلت الفكره؟ ناخد كمان واحده اللي هي changing pointer. يعني ايه changing pointer؟ افرض ان انا عايز امسح البدايه، عايز امسح البدايه، كل الناس تبص على اللي انا بظلله ده. خد بالك معايا هنا، P refer to A B C. انا عايز الـ A تتمسح يا دكتور. يبقى الحل بالنسبة لي ان انا اخلي المؤشر المرة دي اللي اسمه P ما يشاورش على الـ A. Refer to B، اسف، refer to B direct. يبقى انا عايز المؤشر ده refer to B direct، بمعنى عايز ده يروح على الـ B مباشرة. خلاص، ده اسمه ايه؟ اسمه P، ما تكتبش اي حاجة بعده. يساوي، يبقى انت بتتكلم عن الريفرنس ده نفسه صح؟ بي يساوي ايه؟ اوصل لدي، ابدا من البدايه. بي دايما نرجع من الاول، كل ما تعوز حاجه تبدا من الاول، لان انت ما عندكش وسيله اكسس دايركت. هقول حته اكسس دايركت دي مهمه، بس بي دوت، يلا احنا هنا دوت نيكست يوصلنا عند الايه، دوت نيكست كمان مره يوصلنا عند البي. يبقى ما احنا معنى كده ان احنا عند النود بي خزنا. انا اسف، عايزين ايه؟ واحنا كنا عايزين ايه؟ طيب بي وصلنا الاولى، اه مظبوط كلام، مظبوط كلام. يبقى الاجابه صح كده، بي يساوي بي دوت نيكست، معناها خلي المؤشر اللي هو البوينتر بتاع بدايه السلسله يبدا من بي، يبقى كاني تجاهلت الاول اللي هو الايه. وصلت الفكره؟ متفقين. وات از سيركلر لينكد ليست؟ سيركلر يعني لما امشي كده من البدايه اقول كده بي يشير الى او متصل بالبي، وبي متصله بسي، وسي بقى تتصل مره ثانيه بالبدايه اللي هي البي، فده اسمه سيركلر. ازاي اعملها؟ خلاص اتعودنا، اوصل للمكان ده واسجل فيه النود الاولى صح، اخليه ريفير للنود الاولى. اكتب الكود بتاعها ازاي؟ اقول كده عشان اوصل للمكان ده بي، يعني انا عند النود مين الاولى، دوت نيكست انا عند النود الثانيه. محتاج حاجه ولا خلاص؟ محتاج دوت نيكست كمان مره. فانت دلوقتي ممكن تقول لي ايه ده، انت كده ثلاثة نود. لا، اعيدها تاني، بي يعني النود الاولى، دوت نيكست يعني النود الثانيه، دوت نيكست يعني الفاريبل اللي هنا لانه دي قبل علامه الايكوال صح. عندها هسجل ايه؟ هسجل النود الاولى. ازاي اوصل لها؟ بي دوت نيكست، بي دوت نيكست، وخلصنا تقريبا. احنا كنا وقفنا كده المره اللي فاتت اعتقد يعني صح. ينفع اربط عنصر بعنصرين؟ لا، لان الريفرنس واحد بس، ما ينفعش اربط الجيل ده.